ميكالي النهارده قال تصريحات مهمه، ايضا الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب الاولمبي قال تصريحات مهمه، نروح نسمعها ونرجع نعلق عليها. الماتش بعد بكره ماتش المنتخب الاولمبي مع زامبيا، مباراه في غايه الاهميه، 22 ان شاء الله و26 هيتحدد ان شاء الله من خلال الماتشين مين اللي هيكون موجود في المغرب، وان شاء الله يكون لنا نصيب. مباراه طبعا مهم ان احنا نعمل فيها مكسب كويس ونتيجه كويسه، عشان انتوا عارفين طبعا هو يمكن الموضوع مختلف عن المنتخب الاول. المنتخب الاول انا لاعب ملاوي رايح جاي، بس الموضوع موضوع نقط، انما هنا خروج على طول المغلوب. فنتمنى ان احنا نعمل نتيجة كويسة تساعدنا ان شاء الله قبل الماتش الثاني يوم 26. كلنا عارفين ان احنا بدأنا كانت البداية بأول ماتشين مع بنين، بعد كده لعبنا الماتشين بتوع سواتيني رسمي قدرنا ان احنا نعدي، بعد كده رحنا عملنا معسكر مهم جدا في المغرب، لعبنا مع المنتخب المغربي اللي هو المفروض صاحب الأرض واللي هينظم البطولة، قدرنا ان احنا الحمد لله نكسبه الماتشين. رجعنا بعد كده المعسكر الاخير لعبنا مع منتخب الجابون، ومنتخب الجابون منتخب كويس، واخترنا منتخب الجابون على اساس ان منتخب الجابون برضو واصل زينا كده للمرحله الاخيره في التصفيات، هيلعب مع الكاميرون. في نفس الوقت برضو اخترنا الماتش الاخير اللي لعبناه من يومين مع السودان، برضو اخترنا السودان لان السودان واصله للمرحله الاخيره وهتلعب برضو مباراتين فاصلتين مع النيجر. ف كان حريص ميكالي ان هو بيختار دايما الفرق برضو اللي واصله للمراحل الاخيره. Nossa preparação ela está sendo bem feita. احنا عاملين مستعدين بشكل جيد لهذه المباراه. Nós estamos trabalhando muito em cima do perfil que nós vamos encontrar na equipe de Zâmbia. بنشتغل بشكل جيد جدا الفتره اللي فاتت في اثناء المعسكر عشان المواجهه الفريق زامبيا. Sabemos os pontos positivos e os negativos. عارفين ودارسين النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه لفريق زامبيا او منتخب زامبيا. O que eu posso dizer é que nós estamos preparados, confiantes que nós podemos vencer. وباذن الله واثقين ان احنا نقدر نعمل مباراه كبيره ونفوز. Respeitamos como treinadores de fora do país, respeitamos as tradições do Egito. قبل اي حاجه احنا كمدربين اجانب فاهمين ومتفاهمين وبنحترم كويس جدا جدا العادات والتقاليد وخاصه الناحيه الدينيه. Sabemos, todos nós sabemos que é um jogo decisivo, que é um jogo que vale classificação, que nós vamos tentar. Essa também é uma preparação que nós estamos atentos para se preparar da melhor forma possível. فاهمين كويس جدا طبعا احنا هنكون في شهر رمضان المبارك باذن الله هناك خارج ملعبنا ومجهزين نفسنا، ومن ضمن الافكار او من ضمن النقاط المهمه اللي عاملين حسابها موضوع الصيام باذن الله تعالى في المباراه القادمه. Nossos jogadores todos têm uma responsabilidade com Allah e temos uma responsabilidade com o Egito. كل اللاعبين متفهمة جدا المسؤولية الدينية أو الواجب الديني المفروض نعمله، فإحنا فاهمينه كمدربين أجانب، والمسؤولية بالنسبة للمباراة مهمة جدا وفاهمين كل الأمور دي مستوعبينها. Tentaremos conciliar e fazer o nosso melhor. هنحاول نعمل ونتصرف أفضل جو بالنسبة لموضوع الصيام إن شاء الله. Para nós jogar sempre é importante. بالنسبه لنا عشان نلعب ده مهم قوي ان احنا نعمل مباريات، ده مهم جدا. Nós podemos testar as ideias que nós estamos treinando no dia a dia. ليه؟ علشان المباريات الوديه دي بتخدمنا وبتنفعنا ان احنا نحط الافكار اللي احنا بنتمرن عليها كل يوم مع الفريق مع المنتخب. Também dá um pouco de ritmo a alguns jogadores que não vêm atuando tanto. وبعض في نفس الوقت المباريات الوديه بتنفعنا عشان نحط بعض اللاعبين الجداد اللي جايين يكتسبوا الافكار والمنهجيه بتاع العمل اللي هو الراجل بيحطها للمنتخب. Então os amistosos são sempre importantes. دايما المباريات الوديه مهمه جدا. Mas agora chegamos à hora de definição. Essa é a hora de vencer. ولكن دلوقتي مباراة حاسمة ونقطة حاسمة جدا في طريقنا إن شاء الله للبطولة القادمة، فإذا لازم نختار بشكل بعناية جيدة جدا العناصر اللي هتشتغل معانا الفترة القادمة. مطمن أنا، مش قلقان على المنتخب الأولمبي بصراحة. ميكالي مدرب كبير، كابتن بركات مشرف على المنتخب برضو اسم كبير، في اهتمام كبير بالمنتخب الأولمبي، اهتمام محترم وإن شاء الله بإذن الله ربنا يفرحنا قدام
منتخبي زامبيا وزي ما قال الكابتن محمد بركات، مواجهتين في منتهى الاهميه، عشان لا قدر الله فيهم خساره او فيهم تعثر يبدأ معناه ان احنا هنخرج مش هنلعب في كاس الامم الافريقيه ومش هنلعب في بالتبعيه في الاولمبياد.